أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد لتعليم الرسم للمبتدئين. سنتعلم اليوم رسم الرموش والحاجب شعرة شعرة. لا تنسوا تعملوا اشتراك ولايك وتعليق لتدعموني. هيا نبدأ الآن. سنستخدم أولا فحم سوفت، يعتبر هو أغمق درجة من الفحم. سنستعمل الآن فرشاة للدمج، طبعا مهم تكون ناعمة، يعني تكون من فرش المكياج. ندمج شعرات الرموش، ثم هنا نستخدم قلم التحبير، يفضل يكون رفيع 0.5-0.3 ملي. وهنا سنستعمل قلم الممحات بعد أن نبوز رأس الممحاة، نقوم بإضافة التفاصيل والإضاءة للرموش وما بينهما، ونضيف التفاصيل طبعا، ثم ندمج قليلا الجفن العلوي. أما بما يخص الرموش السفلية، سنستخدم قلم فحم درجة أكشف، نرسمها هكذا بخطوط مائلة ومدروسة وسلسة. هنا مرة ثانية نستخدم قلم التحبير لنظهر غمقية الرموش ونعطيها شكل ودرجة لون جميلة. نضيف بعض التفاصيل والإضاءة أيضا هنا في الجفن السفلي عند مدمع العين والجفن العلوي. نستخدم قلم الفحم الكاشف هنا أيضا لإعطاء بعض الظل، وندمج بالفرشاة. وهيك بتكون معنا الرموش خالصة. لاحظوا جمالية الرسم. الآن سنرسم الحاجب. سنستخدم هاي الأداة لحفر الشعرات شعرة شعرة. سنحفر جميع الحاجب ثم نبدأ بالتظليل. بمرحلة التظليل سنستخدم قلم فحم درجة كاشفة هارد، تعتبر أكشف درجة في درجات الفحم. سنرسم شعرات الأمامية بشكل خطوط مائلة طبعا. ثم هنا سنأخذ قلم الفحم السوفت الغامق ونظلل بشكل
عشوائي، منطقة غامقة من الحاجب. نضيف أيضا بعض التفاصيل في الجذور الحاجب بدرجة كاشفة أيضا من الفحم. الآن بعدما دمجنا بالفرشاة نضيف بعض التفاصيل للشعرات باستخدام قلم الممحات. هنا استخدمت قلم تلوين أسود، وهي الخطوة خيارية اللي بحب يستخدمه، واللي بيستخدمه بيكتب لي ليش بيستخدمه، اكتبوا لي بالتعليقات لا تنسوا. ثم سنضيف التفاصيل أيضا. هنا وصلنا لآخر خطوة في رسم الحاجب. رجعت استخدمت قلم التحبير لأزيد غمائية الشعرات. كمان في خطوة مهمة برسم العيون بشكل عام، انه نضيف لمعة العين. فينا نستعمل عدة ادوات لهذا الغرض. مين بيعرف انا شو استخدمت وشو ممكن واحد يستخدم؟ اكتبولي بالتعليقات، واذا ما بتعرفوا اسألوني ورح جاوبكم ايضا بالتعليقات. وهون وصلنا لنهاية الفيديو، اتركولي تعليق حلو مثلكم، لا تنسوا تشاركوا الفيديو ليستفيدوا اكبر عدد من رفقاتكم.